إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. الحمد لله الذي اتصف بالحياء، فقال نبينا صلى الله عليه وسلم: إن ربكم تبارك وتعالى حي كريم، يستحيي من عبده إذا رفع يديه إليه أن يردهما صفرا. هو في الحديث الآخر عن الرجل الذي جاء إلى حلقة الذكر مع النبي صلى الله عليه وسلم فلم يجد مكانا فقعد خلف القوم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: استحيا فاستحيا الله منه. هذا الحياء صفة للأنبياء، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها. ومن المعلوم أن المرأة التي لم تتزوج تكون أشد حياء من بقية النساء في خدرها معتزلة عن القوم، لم تلابس ولم تخالط. وقال عليه الصلاة والسلام عن أخيه موسى: إن موسى كان رجلاً حيياً ستيراً لا يرى من جلده شيء استحياءً منه، رواه البخاري. فهذه صفتهما صلى الله عليهما وسلم. والحياء صفة الصالحين. قال عليه الصلاة والسلام عن عثمان رضي الله عنه: ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة؟ الحياء لا يأتي إلا بخير كما قال عليه الصلاة والسلام. وقال: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى فهو شيء في شرائع الأنبياء السابقين، إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. فالذي يكف الإنسان عن مواقعة الشر هو الحياء، فإذا تركه صار كالمأمور طبعاً بارتكاب كل شر، وإذا نزع منه الحياء فإنه سيفعل ما يشاء والله سيجازيه على ذلك. هذا الخلق الكريم غارت عليه العوادي وهجم عليه القوم أعداء الدين، لأنهم لا يريدون أن يتركوا ستراً مغطى، ويريدون أن يكشف الغطاء، وهكذا تعم الفاحشة والفحش أنحاء العالم. وقد قال عليه الصلاة والسلام: إن الله لا يحب الفحش والتفحش، رواه مسلم. الفحش هو القبيح من القول والفعل ومجاوزة الحد. وقال عليه الصلاة والسلام: ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء. وهكذا أمرنا باختيار ألفاظنا. وإذا أتينا إلى موضوع يستحيى من التصريح به استعملنا الكنايات والتعريض كما علمنا القرآن. وفي تفسير قوله تعالى: وإذا مروا باللغو مروا كراما، قال مجاهد: كانوا إذا ذكروا النكاح كنوا عنه. وهكذا نجد نصوص القرآن والسنة شاهدة عليه. فماذا فعلت هذه الثقافة المعاصرة وإعلام الغرب والشرق بخلق الحياء؟ شنوا عليه الغارات بما يسمى بالأدب المكشوف والقصص الجنسية، وصرحوا بجميع أنواع المعايب بما يسمى بالصحة والتثقيف الجنسي،
وهكذا قامت برامجهم الوقحة المتسلطة الجريئة لنسف هذا الخلق العظيم. ومن شواهد ذلك ما سئله أحدهم في مقابلة من هذه المقابلات التي تبثها القنوات: هل توجد لديك أسرار يمكن أن تكون سبباً في إنهاء حياتك الزوجية؟ فبالله عليكم يا عباد الله، ماذا يمكن أن تجني مثل هذه المنشورات للقاذورات وأنواع الفحش بحجة نشر الثقافة الجنسية، وأن لا يذهب ولدك هنا وهنا يبحث عنها، فلتعرض صراحة ومباشرة. وفي الحقيقة إن نشر مثل هذا يؤدي إلى شيوع الفاحشة في الذين آمنوا ويسهل ارتكاب الفواحش. وقد أصبحت الأجواء اليوم مسممة تعج بهذه القاذورات، فهنا إعلانات في غاية السوء عن الأدوية المعالجة لبعض أنواع الضعف، وإعلانات قبيحة عن أنواع من جراحة التجميل، وأخرى فيها هتك العورات بإعلان عن أجهزة رياضية، فضلاً عن أنواع أخرى من المنتوجات التي هي أكثر خصوصية وحساسية. وأصبحت أشرطة التمرير في القنوات تعج بالكلمات البذيئة الخادشة للحياء، بل إن رسوم الكرتون وحتى الكاريكاتير لم تخلو من المشاهد الفاضحة، ومواقع إخبارية لا بد أن تجعل في ثناياها أخباراً من هذا النوع الفضائحي، تطرح الموضوعات المثيرة والمغرية، يقرأها الكبير والصغير، الذكر والأنثى، تنوعت الأساليب لإثارة الغرائز، تنوعت الأساليب لإثارة الغرائز، وكلها اعتداء على الحياء. وحتى الكلمات العريضة والعناوين وللكبار فقط، وإقحام الجنس في كل موضوع حتى لو كان اقتصادياً أو سياسياً، والتكرار سيد الموقف بأشكال متنوعة، وطريقة العرض تعتمد على الصورة ثلاثية الأبعاد والألوان النقية وحجم الخط وأنواع الخلفيات. وهكذا علم النفس يخدم الإعلام والإعلان في نشر الرذيلة.